بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على يميني، بسم الله على شمالي، بسم الله على خلفي، بسم الله على أمامي، بسم الله على فوقي، بسم الله اكتنفت وفي حرزه الحصين دخلت، وبحصنه المنيع احتجبت، وبأسمائه الحسنى تسربلت، وبسر أنوار اسمه الجليل ترديت، وبقوة إمداد أسرار اسمه القوي القاهر علوت، وغلبت أعدائي من الجن والإنس وسائر المخلوقين، واحتجبت وقهرت وانتصرت، وبجلال بهاء سناء اسمه الأعظم الأكبر الحي القيوم ذي الجلال والإكرام تدرعت، وببوارق أنوار أسرار كلامه العظيم احتجبت وتمسكت، وبخفي لطفه الحسن الجميل تعلقت، وبركنه القوي التجأت واستندت، سبحانه وبحمده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتاح عليم باسط معز جواد كريم علي عظيم. اللهم إني أسألك بالكلمات التامات والأسماء المعظمات والأحرف النورانيات والكتب المنزلات والآيات البينات بما واردته سرادقات عرشك العظيم من الهيبة والجلال والقدرة والعظمة، وبما أودعت في الحروف والأسماء من الخواص والأسرار بالحضرة الشريفة والشريعة المطهرة والصلوات الخمس واتصال الأسرار والرحمة للخواص من عبادك،
وأسألك يا رب بما دعاك به أنبياؤك وبما يسبحك ويمجدك حملة عرشك والمقربون من ملائكتك أن تجعلني مصحنا محفوظا من كل عدو من الجن والإنس وسائر العوالم ما علمت منها وما لم أعلم وأدخلني في سر إمداد أنوار خزائن حرزك العزيز المنيع محجوبا عن كل سوء مغموسا في بحر من النور هيبتك مؤيدا منك بروح القدس وكن اللهم لي وليا وناصرا وكفيلا ووكيلا وحسيبا وحفيظا برحمتك وفضلك ومنك وطولك ومنك وطولك واجعل جميع مخلوقاتك طوع يدي مالكا أزمة قلوبهم محبوبا عندهم معززا مكرما مهابا لا يعصون أمري ولا أنال منهم مكروها أبدا معصوما من أذاهم بشدة المحبة والألفة والمودة واجعلني في ذلك قريبا من حضرتك الشريفة متمسكا بالشريعة المطهرة متلقيا للعلوم والحكمة التي تقذفها بفضلك في قلبي من فيض أنوارك واحفظني اللهم من العجب والكبر والرياء والنفاق والشرك الخفي وطهرني من الدنس والزلات والعيوب الباطنة والظاهرة واجعلني آمنا من عذاب القبر وفتنة واجعل حياتي في طاعتك وفهمني في علمك اللدني وأصحبني في عبادك الصالحين والأبدال والصديقين واجعلني منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم
عافني من كل بلية ونجني من كل هلكة ولا تجعلني من السافلين واسقني كأسا رضيا من شراب محبتك ولا تجعلني من القانتين يا هو يا آهيا شراهيا يا ذا الحجة البالغة يا ذا العظمة والقدرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إلهي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك بك اللهم نزلت وأنت خير المنزلين وبك اعتصمت وأنت خير الناصرين وبك اهتديت إلى صراطك المستقيم فاكفني اللهم شر كل مكروه واجعل دعائي مقرونا بإجابتك مع اللطف والرعاية والمنح الجسام والتلقيات الكرام وترقيات الوصول إلى حضرتك وأهلني لسماع الخطاب يا سريع يا بديع يا رفيع الدرجات يا سامع الأصوات على اختلاف اللغات أسألك العصمة والأمن والسلامة واللطف والبركة والقناعة وأغننا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب رحيم وصلوات الله البر الرحيم على سيدنا محمد السيد الكامل الفاتح الخاتم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته عدد الأنفاس واللحظات والقطر والنباتات وجميع ما في الكائنات كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون والحمد لله رب العالمين.